إندونيسيا مقبلة على انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته سوسيلو بامبونغ يودويونو. حوالي 190 مليون ناخب مضطرين للاختيار بين برابويو سوبيانتو الجنرال السابق القومي المثير للجدل وجوكو ويدودو الدخيل الذي اكتسب شهرة سريعة. انتخاب برابويو سوبيانتو يطرح مخاوف من العودة إلى الحكم الاستبدادي، أما اختيار جوكو ويدودو فيعني المزيد من الإصلاحات الديمقراطية. ولكن قبل ساعات من الانتخابات كل شيء ممكن. حتى الآن لا يمكننا التكهن بمن سيفوز، ما زلنا نبحث في هذا الاتجاه وأعتقد أن نتائج المعركة الانتخابية ستكون متقاربة جدا، يقول هذا المحلل. برابويو سوبيانتو القومي الشعبي الذي يبلغ من العمر 62 عاما ندد بالفساد خلال حملته الانتخابية، رغم أن الكثير من أفراد عائلته متورطون في قضايا فساد. برابويو سوبيانتو انضم إلى الجيش وأصبح جنرالاً، وما زالت تصرفاته في عهد الديكتاتور سوهارتو تثير جدلاً، فقد أقر أنه أمر بخطف نشطين ديمقراطيين في نهاية عهد سوهارتو، بينما تتهمه منظمة غير حكومية أيضاً بأنه انتهك حقوق الإنسان في تيمور الشرقية خلال الكفاح من أجل استقلال ذلك الإقليم والذي قمعته بشدة القوة الخاصة التي كان قائدها. وينسب إليه أيضا الانقلاب الفاشل بعد سقوط سوهارتو الذي كان صهره في العام 98. أما جوكو ويدودو المدعو جوكوي فكان غير معروف عموما قبل سنتين، واكتسح الساحة السياسية بسرعة فائقة ليصبح من أبرز الشخصيات الوطنية بالنسبة للعديد من الأندونيسيين. وقد يصبح جوكوي أول رئيس أندونيسي من أصل متواضع لا ينتمي إلى النخبة السياسية العسكرية. وعين الرجل صاحب الكاريزما والأسلوب المتواضع في 2012 حاكما على العاصمة جاكرتا التي تعد 10 ملايين نسمة، واعتمد فيها إصلاحات كنظام بطاقات تسمح بالاستفادة من العلاج والتربية للأكثر عوزا في مدينة يعيش فيها 5 سكان تحت عتبة الفقر.